بيان إلى الرأي العام باسم أهالي مدينة الشدادي، استمرارا لسلسلة الجرائم والمجازر البشعة المرتكبة بحق الشعوب الآمنة، وفي مجزرة جديدة تضاف إلى تاريخ الدولة التركية الدامي والمليء بالإرهاب. أقلمت الدولة التركية يوم أمس على ارتكاب مجزرة وحشية في منطقة سياحية بناحية دار كارا قضاء زاخور العراقية، راح ضحيتها استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء جلهم من النساء والأطفال أمام مرأى وأنظار الحكومة العراقية، الذي كان الموقف الرسمي ولا يزال هزيلاً لا يلبي الطموحات الشعبية أمام الاعتداءات التركية المتكررة على هذا البلد، والذي يعد انتهاكاً سافراً وصارخاً لدولة ذات سيادة حسب القانون الدولي. وإذا نهيب شعبنا العظيم في دولة العراق بالوقوف والتكاتف مع بعض بجميع مكوناته لإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، وأن تقوم الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح وصريح رداً على هذه الجريمة النكراء، وتحمل عملاء الدولة التركية من الساسة والمرتزقة العراقيين المسؤولية الذين ارتضوا أن يكونوا عبيداً لمجرم العصي أردوغان. واليوم أصبح العالم مدرك إننا نقترب من نهاية اتفاقية لوزان التي قسمت دول الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة متناحرة فيما بينها طوال 100 عام الماضية من الاتفاقية. اليوم الدولة التركية تريد إعادة التاريخ بالذهنية الأردوغانية كما كانت بالذهنية الكمالية. هذه الذهنيات المليئة بالمجازر بحق الأرمني والكرد والعرب، تاريخ حافل ومليء بالمآسي لهذه السلطنة العثمانية. واليوم الدولة التركية تسعى جاهدة للقيام بعمل عسكري في المناطق الآمنة، والتهديدات المتكررة في غزو شمال وشرق سوريا من خلال الاجتماعات والبازارات السياسية والتنازلات والمساومات في الكواليس والأروقة المظلمة. لذلك من هنا ومن هذا المنبر نحن أهالي الشداد نستنكر وندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان الذي تقوم به الدولة التركية الطامحة بتشييد إمبراطورية أردوغانية على المجازر المرتكبة بحق الشعب الكردي كما شيدت الكمالية التركية قبل 100 عام بحق الشعب الأرمني والعربي. واليوم نعزي شعبنا العراقي باستشهاد 9 مواطنين وعشرات من الجرحى بسبب العدوان التركي الذي حصل يوم أمس، ونناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وأن لا يكيل بمكياليه، وأن يبادر إلى فتح تحقيق دولي لجميع المجازر التي ارتكبتها الدولة التركية بحق جميع الأحرار. ونعاهد الشهداء والشعوب التواقة للحرية بإننا ماضون وسائرون على درب الشهداء، وسنفشل المخططات أردوغان اللعين، وسنكون جواباً لهذه المرحلة، والرحمة لشهدائنا.